يا شباب، الآن هننتقل للبوابة المنطقية نوت، هي البوابة الثالثة من البوابات المنطقية الأساسية. بوابة منطقية نوت مثل البوابة المنطقية أور ومثل البوابة المنطقية أند. أول إشي بطلب مني رمز البوابة، رمز البوابة يعني كيف شكل البوابة، كيف شكل البوابة. شكل البوابة كما هو ظاهر عندك هو عبارة عن مثلث، مثلث رأس دائرة مغلقة. بختلف عن أند والأور إنه عندي مدخل واحد فقط، عندي مدخل واحد فقط للبوابة اسمها إكس، مخرج واحد اسمه A. إذا نرجع نكرر، بوابة أند كم مدخل عندنا؟ عندي مدخلين. بوابة أور عندي مدخلين. طيب البوابة نط عندي مدخل واحد فقط، مدخل واحد فقط واسمه بشكل نموذجي اسمه إكس، ومخرج واحد زي أند وزي أور اسمه ايه. طيب ناخذ ملاحظات عليها. اول ملاحظة على البوابة نط، بوابة نط تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية، من البوابات المنطقية الأساسية الأساسية. إذا أول ملاحظة عندي تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية. زي ما حكينا عنا نوعين من البوابات، عندي بوابات منطقية أساسية وعندي بوابات منطقية مشتقة. البوابات المنطقية الأساسية ثلاث بوابات، الأند والأور والنط، تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية. طيب الملاحظة الثانية، لها مدخل واحد فقط، لها مدخل واحد فقط واللي هو زي ما هو واضح عندك إكس، زي ما واضح عندك إكس. طيب اللي بعدها، لها مخرج واحد فقط اللي هو زي ما هو واضح عندك اللي هو اسمه إيه، اللي هو اسمه إيه. تمام. إذا نطلع شوي على الأشكال، تمام، ونراجعها بشكل مستعجل أو سريع. هاي عندي رمز البوابة نط على الشكل تاعها، رمز البوابة نط تعد واحدة من البوابات المنطقية الأساسية، واحدة من البوابات المنطقية الأساسية. يعني لو جاب لك رمز هاي البوابة وسألك هاي البوابات المنطقية الأساسية ولا مشتقة، تحكي له واحدة من البوابات المنطقية الأساسية. طيب كم مدخل زي ما هو واضح عندك؟ لها مدخل واحد، المدخل دائما ندخل من اليسار والمخرج من اليمين، المدخل من اليسار والمخرج من اليمين، لها مخرج واحد فقط زي ما واضح عندك A. طيب تسمى، ملاحظة بعدها، تسمى بالعاكس، العاكس، وبالإنجليش سموها إنفيرتر. طيب إذا تسمى بالعاكس، العاكس إنفيرتر. هل الكلمة هاي بالإنجليزي مطلوبة مني؟ نعم مطلوبة، إنفيرتر تحفظها، إنفيرتر أو العكس، إنفيرتر أو العكس. طيب شو يعني عكس؟ شو يعني عكس؟ ليش سموها بالعكس؟ ليش سموها بالعكس؟ لماذا سميت؟ لماذا سميت بالعكس؟ لماذا؟ لأنها تعكس القيمة مع المدخل. يعني إذا كانت المدخل عليه واحد المخرج بصير صفر، وإذا كان المدخل عليه صفر بصير واحد. نتذكر احنا حكينا البوابات المنطقية بتتعامل مع النظام الثنائي، يعني اما بكون عليها يا اما صفر يا اما واحد، يا اما صفر يا اما واحد المدخل، يا اما صفر يا اما واحد. اذا كان المدخل عليه صفر، صفر المدخل صفر، المخرج بصير واحد. واذا كانت واحد المدخل المخرج بصير صفر. اذا هيك شمال العكس. ليش؟ لانها تعكس قيمة المدخل، تعكس قيمة المدخل، تعكس. فإذا كان زيرو تجعله ون، وإذا كان ون تجعله زيرو، تجعله
زيرو، عشان هيك سميناها بالعكس، عشان هيك سميناها بالعكس. تمام؟ إذا صار عندي ثلاث بوابات، بوابة AND، بوابة OR، والبوابة NOT. تمام؟ طيب نكتب الملاحظة هاي اللي كتبناها الآن، البوابة منطقية NOT، خلال دقيقتين نكتبها بسرعة. تمام؟ عشان ننتقل على الموضوع اللي بعده مباشرة. أعطيكم فرصة بسيطة تكتب عشان ننتقل مباشرة على الموضوع اللي بعده. بسرعة وذكرك. تمام؟ اكتب معي الدفتر أول بأول عشان يوم امتحان الوزارة أو يوم تجي توصل المادة تكون كل مادة ملخص عندك على الدفتر، وما تحتاج تضلك ترجع للفيديوهات، ما تحتاج تضلك ترجع للفيديوهات. إن شاء الله أكونكم تضلوا بخير وبصحة وسلامة، نشوفكم إن شاء الله بأسرع وقت. طيب يا شباب، اذا ما لحقت تكتب كانك توقف الفيديو شوي تكمل كتابة وترجع تكمل معنا الفيديو. تمام؟ بس اهم شيء كل اللي حكيناه تلخصه اول باول على الدفتر عشان يصير دفترك متكامل. طيب اخذنا الملاحظات عليها، لازم ناخذ العبارة المنطقية، العبارة المنطقية للبوابة نت، العبارة المنطقية. اخذنا العبارة المنطقية للبوابة عند، اخذنا العبارة المنطقية للبوابة اور، لازم ناخذ العبارة المنطقية للبوابة نت، العبارة المنطقية للبوابة نت. تمام؟ نجهز حالنا الآن لنأخذ بوابة عبارة منطقية للبوابة نت، هي كالآتي: العبارة المنطقية، نكمل ملاحظات عليها، كمل تكملة: العبارة المنطقية للبوابة، للبوابة نت، العبارة المنطقية للبوابة نوت. تمام، خلينا نشوف شو العبارة المنطقية للبوابة نوت. نرجع نتذكر الشكل: ثلث، قلوب، رأسه دائرة مغلقة، مدخل واحد، مخرج واحد، اكس ب ايه. طيب نفس المبدأ اللي استخدمناه في استخراج العبارة المنطقية لأي بوابة، كان في عندنا مبدأ واحد. كيف هو؟ نتذكره مع بعض يا شباب، نتذكره مع بعض. نروح على المخرجات. شو عندي المخرجات؟ ايه هي ايه تسعة. طيب افرض ان المخرجات عندي جاني في السؤال ام او ام او ار او دي، شو ما جاك رمز على المخرجات بتحطه، شو ما جاك ايه بتحط ايه، ام بتحط ام، ار بتحط ار. هون الشكل واضح عندي ايه، ايه لانه هذا الشكل النموذجي للبوابة نت، الشكل النموذجي. ايه تساوي ايه تساوي. طيب هاي عندي نت، نط. هاي تختلف البوابة عن البوابات الأخرى إنه في عندي مدخل واحد فقط، مش زي أور زي أند في عندي إشي قبل وإشي بعد، هون عندي مدخل واحد. طب شو أعمل؟ بحط A تساوي نط X، A تساوي A تساوي نط X. إذن هاي العبارة المنطقية للبوابة نط، العبارة المنطقية للبوابة نط. طيب عشان نربط كل الأفكار مع بعضها نظلنا مترابطين، أنا بحب نظلنا نراجع أول بأول. هنأخذ سؤال نستجمع فيه الأفكار السابقة مع الفكرة الجديدة، الأفكار السابقة مع الفكرة الجديدة. سؤال: اكتب العبارة المنطقية للبوابات المنطقية
الآتي. إذن أكتب العبارة المنطقية للبوابات المنطقية الآتي الآتي. تمام؟ طيب شو العبارات المنطقية اللي أعطيك إياها؟ شو البوابات؟ البوابات هي كالآتي، أعطيك فرع ألف، فرع ألف، تمام؟ فرع ألف البوابة هاي، أتوقع حفظناهن. إيش هاي البوابة يا شباب؟ فرع ألف، وهي فرع باء، وهي فرع جيم، وهي عندي البوابة الأخرى، البوابة الثانية، تمام؟ هاي شو هاي يا شباب؟ بوابة إيش هاي؟ بوابة إيش هاي يا شباب؟ تمام؟ البوابة الثالثة اللي أعطيك إياها هاي البوابة، أعطيها رموز، هاي عندي هنا A B C، هنا R M D، R M D، R M D، وهو نعطي A F مثلا، A F A F. طيب نطلع السؤال من جديد، نطلع السؤال الجديد، نشوف نلاحظ شو المكتوب فيه، نلاحظ شو المطلوب من السؤال عندي. المطلوب عندي من السؤال اكتب العبارة المنطقية، اكتب العبارة المنطقية تمام للبوابات المنطقية الآتية. عندي هون ثلاث أفرق نجاوب عليهم فرع فرع. طيب الجواب، الجواب فرع ألف، وهي فرع باء، وهي فرع جيم، فرع ألف، فرع باء، وهي فرع جيم. طيب كيف بكتب عبارة منطقية لأي بوابة؟ كيف بكتب عبارة منطقية لأي بوابة؟ نفس المبدأ، نفس المبدأ. بلاحظ إنه عندي هنا AND، وهنا OR، وهنا NOT، هاي الأشكال الموجودة عندي. هاي AND مستقيم، وهنا تمام منحني قليلا، وهي هون مثلث مقلوب، مثلث وفي رأسه دائرة مغلقة. طيب نبدأ بأول بوابة، كيف أجيب العبارة المنطقية؟ كيف استنتج العبارة المنطقية؟ بروح على المخرجات. شو عندي المخرجات؟ زي ما انت ملاحظ المخرجات هي سي، بحط سي تساوي. طيب بوابة ايش؟ اند، هي اند في النص، اند تمام، لها مدخل اول ومدخل ثاني، مدخل اول ومدخل ثاني. شو المدخل الاول؟ المدخل الاول اسمه ايه؟ ايه. طيب والمدخل الثاني بي على الجهة الثانية. اذا صارت العبارة المنطقية سي تساوي A and B، C تساوي A and B، هذه العبارة المنطقية لأول فرع. طيب نروح نطلع العبارة المنطقية للفرع الثاني، بطلع عليها. لازم أول شيء أعرف هاي البوابة أي بوابة، هل هي AND، هل هي OR، هل هي NOT، هل هي NOR، هل هي NAND. ننظر إلها بعرف إنه هاي بوابة OR. كيف أطلع العبارة المنطقية؟ بحط أول شيء المخرجات. شو المخرجات عندي؟ D، D تساوي. طيب شو اسم البوابة؟ OR، هاي OR. طيب OR لها مدخلين R و M، R و M. طيب بنحط عنا هاي R وهي M على الجهة الثانية، وهي M على الجهة الثانية، هي M. إذا صارت عندي العبارة المنطقية D تساوي R OR M، D تساوي R OR M. هاي هنا طلع صندوق هاي، تمام. طيب ظل عندي الفرع الثالث، وهي الفكرة الجديدة أخذناها من شوي. طلع رسمة مثلث رأسه دائرة مغلقة، إذا هاي رسمة نط. العبارة المنطقية إلها كيف؟ نفس المبدأ، نفس المبدأ شباب، سهل سهل، موضوع سهل. وراء المخرجات F هي تساوي، تمام. شو بتختلف النط عن أور وعن أند؟ إنه لها مدخل واحد، زي ما أنت ملاحظ مدخل واحد، مدخل واحد، تمام. أطول بحط نط، نط المدخل، نط المدخل، نط المدخل، نط إيه حسب ما ظهر عندك. صار عندي هاي العبارة المنطقية تمام للفرع جيم، هاي العبارة المنطقية للفرع جيم، تمام. نعطيك فرصة تنظر السؤال، تنظر السؤال تمام، تستنتج إشي أو تفكر في شيء أو ترتب أفكارك من جديد، تمام. وبالمرة كمان كي
تلخص التالي على دفترك عشان الوقت تكون ظلها مرتبة. تلخص التالي على دفترك، تمام، أعطيك فرصة دقيقة واحدة، تمام، تكتب اللي كتبناه عشان دفترك يظل متواصل، تمام، مرتب، أمورك تكون ممتازة. تمام يا شباب، اكتب، شد حالنا شوي في الكتابة، شد حالنا شوي في الكتابة. برجع ذكرك واحكي لك شد حيلك في دروسك، خلي عندك توازن ان شاء الله الامور راح تعدي. بالتوفيق للجميع. الآن راح نقلب السؤال، يعني السؤال شو تتوقع السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده راح أعطيك أنا عبارة منطقية، عبارة منطقية، عبارة منطقية، أطلب منك ترسم لي البوابة. أنا أعطيك العبارة عكس السؤال، يعني السؤال راح عكسه، أعطيك العبارة منطقية، أطلب منك تعطيني البوابة المنطقية المناسبة لها. إذا ننتقل للسؤال اللي بعده، ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب، تمام؟ السؤال اللي بعده راح احكي لك التالي. سؤال ارسم رمز البوابة التي تمثلها العبارات المنطقية، العبارات المنطقية الآتي الآتي. إذن أعطيك عبارة منطقية، أعطيك عبارات منطقية، وأنت تعطيني البوابة المناسبة لها. فرع ألف إم تساوي نط بي، فرع باء كي تساوي إي أور ال، فرع جيم، فرع جيم، فرع جيم، اس تساوي اس تساوي اي اند اي اند اس اي اند اف اي اند اف اي اند اف اي اند اف. طيب يا شباب، إذن عندي ثلاث أفراد، تمام، مطلوب مني أرسم رمز العبارة الملائمة لكل واحد، رمز العبارة الملائم لكل واحد. نشوف السؤال شوي ونركز فيه مع بعض، تمام، ونحاول نحله. طيب نبدأ. ألف أم تساوي نط بي، شو مطلوب مني؟ أرسم رمز البوابة. مبينة شو البوابة؟ نط. كيف شكل نط؟ بحط مثلث، أقصد مغلقة، ولا مدخل ولا مخرج. طيب وين مدخله؟ هاي المدخل، هاي المدخل بي. وين المخرج؟ هاي المخرج ام. هذا فرع الف، فرع باء. راح أعرف البوابة المنطقية لفرع باء. البوابة المنطقية لفرع باء هي اور. برسم رمز البوابة اور منحنية، وبلف وبتذكر انه عندي مدخلين لاور، مخرج واحد. طيب هل انتهت الإجابة هيك؟ لا، لازم أحط الرموز المناسبة، لازم أحط الرمز رموز المناسبة لهاي البوابة. في عندي المدخل الأول A، المدخل الثاني L، والمخرج هو أي. أوكي، إذن المدخل الأول A، مدخل A، المدخل الثاني L، والمخرج هو K.
اوكي رمز البوابه اور، لا تنسى رمز البوابه اور. طيب فرع جيم اطلع بلاقي انه رمز البوابه اند، برسم رمز البوابه اند وكمان لها مدخلين ولها مخرج واحد. طيب هل هاي رسمه فرع جيم كافي هيك؟ لا، لازم تحط الرموز المناسبه للمداخل وللمخارج، للمداخل وللمخارج. تمام، المدخل الاول ايه، المدخل الثاني F، والمخرج هو S أو S. لأن هيك يكون جوابنا إحنا على السؤال الموجود عندي أمامي. Not or and، هاي النوت وهي الأور وهي الأند. النوت إلها مدخل واحد والأور مدخلين والأند مدخلين. تمام، كلياتهم مشتركين لأنهن مخرج واحد فقط، مخرج واحد فقط. طيب ناخذ كمان سؤال، سؤال آخر، سؤال ما هو الناتج النهائي للبوابات 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 المنطقية الآتي؟ فرع ألف عندي هنا نط عليها ون، فرع باء، فرع باء عندي كمان نط، أرسم أرسم نط مدخل صفر، جيم فرع جيم، وآخذ عندي بوابة أند ون زيرو، بدي المخرج هون فرع دال وفرع دال، راح اخذ عندي و مدخلين نحط فيها ون ون واعطي المخرج هيك. طيب اربع طرق الجواب، هاي فرع الف نجهز له، فرع باء، فرع جيم، فرع دل. نحاول نفكر مع بعض. تمام، اقرأ السؤال دائما. فهم السؤال نصف الإجابة. شو مطلوب عندي؟ ما هو الناتج النهائي؟ بدي المخرجات، يعني بدي المخرجات على البوابة هاي، البوابة هاي، البوابة هاي، البوابة هاي، مخرجات. طيب نرجع نتذكر قبل ما نبلش نحل. البوابة أند بتقوم بعملية الضرب، والبوابة أور الجمع، والبوابة نط عكس عكس عكس. تمام، هاي ملاحظة عشان نعرف نحل قبل ما نبلش نحل، عشان نرجع نذكرك وتعرف تحل معي. ملاحظة ملاحظة، بوابة أند، ها بوابة أند ضرب ضرب، والبوابة أور، والبوابة أور شو تقوم بوابة أور؟ بوابة أور تقوم بعملية الجمع، والبوابة نط بتعكس عكس 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 بتعكس. إذا البوابة الآن ضرب وأور جمع ونط عكس. طيب بناء على هاي الملاحظة نبدأ نحل، نبدأ نحل. هاي ملاحظة مهمة جدا، يعني أساس الموضوع كامل، بدك تحفظها زي اسمك. طيب نبدأ في السؤال، نروح أول فرع ألف عندي بوابة نط، نتذكر بوابة نط عكس تعكس تعكس. طيب شو عندي على المدخل؟ واحد اعكس، شو بصير عندي على المخرج؟ صفر صفر صفر. إذا فرع ألف جواب صفر. طيب روح على فرع ب، روح على فرع ب، روح على شو نوع البوابة؟ نوع البوابة بوابة نط. شو عندي المدخل؟ المدخل عندي صفر، عندي المدخل عندي صفر. طيب اعكس شو بصير؟ 1 1. طيب يا طلاب بحكي لي شو اعكس؟ يعني اعكس ما حكينا البوابة المنطقية لها قيمتين، يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد، ابيض او اسود. اذا صفر بصير واحد، واذا واحد بصير صفر. هاي في البوابة نط. اعكس يعني ايش؟ من قيمتين احد القيمتين
خليها الثانية، اجعلها الثانية، خليها الثانية. طيب هاي معنات عكس، تمام، انه عندي قيمتين بس صفر واحد. طيب ترى جيم، عندي البوابة اند، عندي البوابة اند، بوابة اند نتذكرها ضرب، واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر، على المخرجات شو بتعطيني؟ على المخرجات شو بتعطيني؟ صفر صفر زيرو زيرو، تمام. طيب وافر عدال، فرع دال زي ما احنا نلاحظ بوابة اور، بوابة نقوم عملية الجمع. طيب نجمع واحد زائد واحد تعطيني مش اثنين، لانه ما في عندنا اثنين في النظام الثنائي، مش اثنين تعطيني واحد، واحد واحد زائد واحد تعطيني على المخرجات واحد. وهي ملاحظة كنا ماخذينها من قبل، بس نرجع تمام نشيك ونرتب الافكار، نرجع نشيك ونرتب الافكار، تمام. طيب يا شباب نعطيك فرصة ترجع تكتب هاي الملاحظات عندك، ترجع تكتب هاي الأسئلة وهاي الملاحظات بشكل سريع، تمام، عشان نروح ناخذ نبدأ مبدأ عمل البوابة نط، مبدأ عمل البوابة نط، مبدأ سهل وبسيط مش راح يغلبك إن شاء الله، مبدأ عمل البوابة نط. يلا يا شباب نبدأ نكتب ونلخص على الدفتر، لخص التالي أمامك. احنا ما بدنا معتمدين بس نشوف الفيديو، بديك تلخص على الدفتر عشان تريح حالك لقدام. نكتب بشكل اسرع، نكتب بشكل اسرع، وانا بنصحك بعد ما تاخذ حصة تلخصها على الدفتر ترجع تراجعها هيك لحالك، تقعد تمخمخ عليها، ترتب افكارها، ترتب حالك، تمام. كل الأفكار أعطيك إياها هون مش راح تلاقي ولا فكرة، مش راح تعرف تحلها بعد ما تدرس هاي المادة معي. كل الأفكار موجودة وملخصة ومرتبة، بس أنت عليك ترتب حالك وتشد أمورك، تمام. موضوع بسيط وأنا بحكي بصيغة تشد حالك وترتب أمورك إن كنت طالب أو طالبة. طبعا الحكي للشباب والصبايا أكيد، بس أنا بحكي بصيغة المذكر، بس الحكي للشباب والصبايا. طيب يا شباب، تمام، إذا ما لحق تكتب جميع الأفكار بس وقف الفيديو شوي ولخص على الدفتر، وقف الفيديو ولخص على الدفتر، تمام، بعدين أرجع كمل معانا. أرجع أخذنا، يمكن في شباب متوقعين الآن شو راح نأخذ، زي أند وزي أور، مثل أند ومثل أور، تمام، مثل أند ومثل أور. كان في عندنا مبدأ عمل البوابة أند ومبدأ عمل البوابة أور. يمكن الشباب الآن تبلش تفكر وتسرع وتعطيني أفكار لحالها لحالها، تمام. نأخذ هون عندي مبدأ عمل، مبدأ عمل البوابة نط، مبدأ عمل البوابة نط، تمام، بين قوسين التعريف، التعريف التعريف، مبدأ عمل البوابة نط أو التعريف. كالعادة زي أند وزي أور، تمام، عشان ما نحفظ مبدأ العمل وما نخربط بيناتهم، ما نخربط بيناتهم، نفهمهم فهم وتضل الأفكار معنا لحد امتحان وزارة ثابتة، لأنه الإشي بنفهم ما بينتسى والإشي بنحفظ ممكن ينتسى، تمام. طيب كيف نطلع مبدأ عمل البوابة نط؟ زي ما عملنا مع البوابة أند ومع البوابة أور، بدي أروح أجيب جدول الحقيقة، أنزل شوي أترك شوية أسطر، تمام، بجيب جدول الحقيقة، جدول الحقيقة للبوابة نط، جدول الحقيقة للبوابة نط، للبوابة نط، جدول الحقيقة للبوابة نط. طيب كيف هي البوابة نط؟ هي البوابة نط نذكرها، وهي اكس وهي ايه. طيب كيف اجيب جدول الحقيقة لأي بوابة؟ بروح اطلع المدخلات، شو كم مدخل عندي هون؟ اكس، اذا عمود واحد اكس،
هاي اكس، هاي اكس عندي عمود واحد، هاي اكس تمام. طيب الان المخرجات اللي هي ايه؟ ايه شو هي اصلا تساوي؟ ايه تساوي نوت اكس. طيب وين الان السؤال الذكي؟ السؤال الذكي تمام اللي اتوقع جميع الشباب والصبايا ما شاء الله الان عارفينه وعارفين شو الفكره اللي بدي اطلبها. كم احتمال، كم احتمال عندي انا للبوابه؟ كم احتمال؟ احتمالين، أربعة، ثمانية، 20 احتمال، كم احتمال فكركم للبوابة المنطقية الظاهرة أمامك؟ فكروا شوي، كم احتمال ممكن؟ مش عارفين، نرجع نتذكر في قانون أخذناه متذكرين، 2 قوة N وتساوي، حيث N تساوي عدد المدخلات، N عدد المدخلات. طيب كم مدخل عندي هنا؟ مدخل واحد، إذن 2 قوة واحد. وكم تساوي إذن؟ 2 قوة 1 تساوي 2، إذا عندي احتمالين بس. لو طلعت مدخل شو احتمالاته هذا؟ إكس واحد، إكس مدخل واحد كم احتمالاته؟ شو احتمالاته؟ يا صفر يا واحد، ما في غيره. مدخل واحد يا صفر يا إما صفر يا إما واحد، هاي احتمالات البوابة نط، يا إما صفر يا إما واحد. طيب إذا كانت صفر شو راح يصير على المخرجات؟ إذا كانت هاي صفر شو راح يصير على المخرجات؟ نط بتعكس بصير عندي 1. إذا كان 1 مدخل 1 شو راح يصير على المخرجات؟ اعكس راح يصير عندي صفر، راح يصير عندي صفر. إذا جدول حقيقة البوابة نط بسيط، احتمالين عدد الاحتمالات 2، عدد الاحتمالات احتمالين، يا إما صفر يا إما واحد. إذا كانت صفر بصير 1 وإذا كانت 1 بصير صفر. طيب بناء على جدول الحقيقة هذا خلينا نطلع مبدأ عمل بوابة نط. شو مبدأ عمل بوابة نط؟ نبدأ في البداية، هي دارة إلكترونية بسيطة، هي دارة إلكترونية، هي دارة إلكترونية بسيطة، هي دارة، هي دارة إلكترونية بسيطة، دارة إلكترونية بسيطة. شو بتعمل؟ من جدول الحقيقة استنتج معي، من جدول الحقيقة استنتج معي إيش؟ شو بتعمل؟ تعطي مخرجا، تعطي مخرجا قيمته 1، تعطي مخرجا قيمته 1 إذا كان المدخل صفر، وتعطي مخرجا قيمته صفر إذا كانت قيمة المدخل 1. إذا تعطي مخرجا قيمته 1 إذا كان المدخل، إذا كان قيمة المدخل كم؟ 1 كان قيمة المدخل صفر تمام. طيب نكمل، مين كمل لي؟ يلا كمل لحالك، شو التكملة؟ وتعطي من جدول الحقيقة، وتعطي مخرجا قيمته صفر، مخرج قيمته صفر إذا كان قيمة المدخل، قيمة المدخل 1، مدخل 1 كانت قيمة المدخل 1. إذا كيف نطلع مبدأ عمل بوابة نط عشان ما نحفظ حفظ؟ خلينا نروح نشوف جدول الحقيقة، جدول الحقيقة على الهامش على جنب تمام، صفر يصير واحد والواحد يصير صفر. إذا كيف بطلع؟ طرق إلكترونية تعطي مخرج قيمة 1 إذا كان قيمة المدخل صفر، وتعطي مخرج قيمته صفر إذا كانت قيمة المدخل 1. بسيط جدا، سهل سهل، يعني أي مبدأ عمل. إن كان صار عندي ثلاث مبادئ عمل، صار عندي الآن ثلاث مبادئ عمل إيش هن الثلاث مبادئ عمل؟ مبدأ عمل بوابة AND، ومبدأ عمل بوابة OR، ومبدأ عمل بوابة NOT. عشان ما نحفظهن بروح اجيب جدول حقيقة لكل واحد، جدول حقيقة لكل واحد بحطه امامي، ومنه بستنتج، ومنه بستنتج مبدأ العمل. بحط كلمة هي دارة الكترونية بسيطة، واكمل من جدول الحقيقة، من جدول الحقيقة. طيب تمام، ناخذ سؤال تمام على جدول الحقيقة يربط كله مع بعضه. سؤال
سؤال، تمام، ناخذ سؤال. قبل ما ناخذ سؤال ناخذ فترة بسيطة أو فرصة بسيطة، تمام، نثبت هاي المعلومة، نطلع عليها شوي، نثبت المعلومة، نسخها على الدفتر قبل ما ناخذ وننتقل على السؤال. ابدأ الآن، ابدأ، تمام، ابدأ في كتابة مبدأ العمل وابدأ في كتابة الوثيقة. خلينا نرتب، تمام، ناخذ السؤال نرتب ونحط كل الأفكار مع بعضها البعض. ابدأ نقول يا شباب يا صبايا، ابدأ نقول مبدأ العمل وجدول الحقيقة. ابدأ نقول على دفترك، تمام، برجع عيد وكرر، إذا تكررت كثير بس برجع عيد وكرر كم مرة. لخص جميع الأفكار عندك على الدفتر، لخص جميع الأفكار، اكتب كل شيء بكتبه على الدفتر عشان شو ما صار أو شو ما حصل يكون عندك دفترك جاهز، تعرف ترجع له، تعرف ترجع له. عندك نت، ما عندكش نت تقدر تحضر فيديو، لأنه مش منطقي يوم الوزارة نصه على الدفتر ونصه على الكتاب ونصه على الفيديوهات. فأنت لخص معي أول بأول، لخص كل شيء مكتوب معك أول بأول، تمام، عشان يصير دفترك جاهز وما تضطر تضلك ترجع للفيديو وتسمع صوتي كمان. خلص بلا من تكتب وتسمع صوتي، تريح حالك. طيب يا شباب، اللي ما لحق لسه وقف الفيديو شوي يرجع ينسخ ويكمل معي الفيديو. ناخذ سؤال، اكمل جدول الحقيقة بما هو مناسب، بما هو مناسب، اكمل جدول الحقيقة بما هو مناسب. نرسم جدول حقيقي صغير، تمام، عندي هون هكون عندي، حط انا سؤال، تمام، يكون في اكس واي، نربط جميع الافكار مع بعضها، هي اكس وهي واي وهي ايه وهي هي هون عندي اند اكس اند واي، وهي عندي هون اكس اور واي، وهي عندي هون نوت اكس مثلا، تمام، تمام. وهون ناخذ نعبي لسؤالين فلين، تمام، ناخذ الفرع الأول يكون في التالي، الفرع الأول وفي التالي، تمام. إذا عندي جدول حقيقة، في عندي إكس واي وعندي إكس أند واي، إكس أور واي ونط الإكس، تمام، نحط هنا صفر صفر مثلا، وهنا وان صفر، وهون مطلوب عندي مطلوبة 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 مطلوبة. طيب اطلع المداخل، عندي اكس واي، وهون عندي مطلوب اني اجاوب على هاي الافرع، تمام، سهل جدا. نرجع نتذكر الملاحظة، نرجع نتذكر الملاحظة، ان ضرب وجمع والنط اكس. طيب نبدأ اكس اند واي، اكس اند واي، عوض صفر وصفر، صفر وصفر، الان ضرب صفر ضرب صفر، راح تكون عندي هون صفر زيرو. طيب أور على أور، أور جمع أور، هي أور جمع. طيب شوف هان صفر زائد صفر، عوض صفر وصفر، صفر زائد صفر أعطي عندي كمان صفر. طيب أور على فكرة جديدة اللي هي كان درسنا قبل شوي، نوت إكس، شو يعني نوت إكس؟ دروح على إكس، نوت إكس دروح على إكس مش على واي، على إكس على إكس حسب ما طالب منك. إذا إكس برو على إكس، إذا واي برو على واي، إذا أم برو على أم، إذا آر برو على آر، إكس برو على إكس، إكس قيمته صفر، نط بعكس، إعكس الصفر صار لنا ون. طيب انزل تحت، أتوقع تحت عرفت الأفكار، راح تعرف تجاوب الآن بشكل سريع، راح تعرف تجاوب بشكل سريع الآن، تمام، إكس أند واي بس للفرع تحت، للفرع تحت، نذكرك الأند معناته ضرب. واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر، اعطيني صفر.
أروح على أور، أروح على أور، أروح على أور، أور جمع، واحد زائد صفر واحد. طيب أروح على نوت إكس، نوت إكس يعني شو هي نوت إكس؟ أروح لي على إكس، على إكس وعكسه، وعكسه مش على واي، مش على واي، إكس مطالب مني نوت إكس، نوت إكس عايز أروح إكس ولا نوت واي؟ بروح على واي، نوت إكس بروح على إكس، أروح على إكس وعكسه، إكس الإكس صار عندي صفر، كان واحد صار صفر. هيك انتهى السؤال. تمام، هاي أسئلة نماذج في أسئلة الوزارة بيجيبوها دائما. تمام، دير بالك عليها سهلة بس بدها متابعة، متابعة المادة. تمام، أسئلة سهلة، مواضيع سهلة. تمام، وما في مشاكل. وهيك بنكون احنا خلصنا يا شباب بوابة أند والبوابة أور والبوابة نط. ممكن طالب يسألني يحكيني وين الدارة الإلكترونية، الدارة الإلكترونية أو الكهربائية، الدارة الكهربائية، الدارة الكهربائية اللي بتمثل بوابة نط. ما في عندنا مطلوب منا في الكتاب دارة كهربائية لبوابة نط، في دارة كهربائية لأند وهي كانت حالة التوالي، في دارة كهربائية لأور كانت حالة التوازي. أما دارة كهربائية للبوابة نط مش مطلوب منك في الكتاب. يعني نكون خلصنا ثلاث بوابات. تمام، الحصة الجاية إن شاء الله راح نبدأ بالأولويات، حل التعابير المنطقية والعبارات المنطقية، درس سهل. بتمنى منك إنه أنت ترجع تراجع المادة من أولها لحد ما وصلنا اليوم عشان تعرف تتبع معي. دمتم بخير، إن شاء الله نشوف وجوكم خير، ودير بالكم حالكم، والله يوفقكم. السلام.